احذر شيء في منتهى الخطوره، في كلام ممكن لاول مره بتسمعه. اخطر الحيوانات على وجه الارض واللي بتهدد حياه الانسان، الجزء الثاني. اللايك الجامد بتاعك وانزل اشترك في القناه ويلا بينا. فرس النهر بيبان لك في البدايه انه حيوان كسول، لكن في الحقيقه هو اسرع من عداء اولمبي لمسافه قصيره. فتحه فكه ممكن توصل لمتر و20 سنتي. فرس النهر ممكن يقتل من 100 ل 150 شخص سنويا. الفيل، الفيله لو دي حقيقه بتتسبب في وفاه حالات كبيره، وفي العاده بيكون الهجوم من الفيله المصابه بصدمه نفسيه، والفيله اللي تم الاعتداء على البيئه بتاعتها بيقتلوا من 300 ل 500 شخص سنويا. التمساح، عاد التمساح على الارض بيرجع لما قبل التاريخ، بيتميز بقوه الانقضاض على الفريسه فكه القوي. بعض التماسيح فتاكه في الماء وبعضها فتاك في البريه، ضحاياهم في السنه من 600 ل 1000 شخص سنويا. القطط الكبيره، الاسود والنمور والفهود والاسود الجبليه بيقتلوا من 800 ل 1000 شخص سنويا، ولو صدفه واجهته في مكان عالي وبص له بقوه وما تخافش وربنا يستر.